اهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن وصلنا لترند حلقتنا اليوم برنامج 24 قرات، وموضوع حلقتنا اليوم حيكون عن التغيير الاجتماعي والشباب. يمكن يكون السودان واحده من الدول اللي معروفه بانه فئه الشباب فيها فئه كبيره جدا، او هي الغالبيه العظمى في اكيد كثير من القضايا اللي بتحدث في السودان. الشباب عندهم فيها الكلمة دائما الأكبر، والتغيير اللي نحن شفناه في العام 2019 في ثورة ديسمبر، يعني من أواخر العام 2018 2019 2020 كان الشباب عندهم أدوار كثيرة جدا في مجموعة كبيرة جدا من القوانين الموجودة اليوم على أرض الواقع والحريات اللي تمارس في كثير من الأشياء. الشباب كان عندهم الكلمة، فبالتالي حصل تغيير اجتماعي في مجتمعنا السوداني. الشباب بصورة عامة بقى عندهم يعني منصات كثيرة جدا بيعبروا فيها عن آرائهم، إذا كانت المنصات هي منصات اندورا ولا اوتدور، مثلا إذا كان بيعبروا في الشارع ولا كانوا بيعبروا في منصات إعلامية أو غيرها من السوشيال ميديا. كثير من المنصات جدا للشباب صوتهم بقى فيها مسموع كده. فموضوع حلقتنا اليوم هو التغيير الاجتماعي والشباب، مع ضيفة داخل الاستوديو المستشار القانوني محمد الواثق. مساء الخير عليك. مرحبا، مساء الخير، و سعيد بوجودي في 24 قيراط ويست 24. اهلا وسهلا، كل 24 في 24. يا سلام. اهلا وسهلا بك استاذ محمد الواثق المستشار القانوني. بدنا عايزين نعرف دور الشباب على مر العصور، اكيد التاريخ هو كان بيشهد التغيير ده، وحتى على مستوى القضايا المجتمعيه اللي كانت حاصله. طيب، في البدايه يعني اي تغيير دائما الشباب، حتى يعني الرسول يعني نصروا الشباب يعني في على حسب ما في الحديث يعني. فأي تغيير جزء أساسي منه أو هو قلبه، القلب النابض يعني الشباب. فعلى مر العصور الحاجة دي يعني بقت من أبجديات التغيير في كل أنحاء العالم. يعني زي ما شايفين السودان ما يعني جزء من المنظومة الكبيرة دي، ووصل للحاجة دي متأخر، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. صحيح. فبعتقد انه شباب الثوره السنتين الاخيرات كان في تغيير كبير اثر على يعني المنظومه الموجوده في السودان، اثر في السياسه، في الاحزاب، في كل التفاصيل الموجوده. حصل تغيير كامل، بعتقد انه هو جزء من الفكره العامه بتاعت القفز الكبير العمل الانترنت في العشرين او 15 سنه الاخيره ودخلت السودان، وبقت اثر. يمكن الثوره كانت رموا بها الشباب بالمستوى بتاع انه حصل تغيير عبر الانترنت والتواصل فيه، وحتى الحمايه لبعضهم والتفاصيل والمواكب، القصص دي كلها بدت بالطريقه دي. فبعتقد انها يعني ثوره حداثه في الاول، ثوره بتاعت شباب، ثوره على المفاهيم الموجوده كلها. الغريب فيها انه يعني انا ما بعتقد انه كانت هي ثوره سياسيه، لكن ما قامت بها الاحزاب. يمكن الاحزاب جات متاخره جدا، في البدايه كانت ثوره شبابيه بحته، وما كانت يعني حتى هي كانت رفض للواقع كله. عشان كده جات بتسقط بس، والفكره بتاعت تسقط بس ذات البدت يعني بعتقد انها كانت يعني حيويه شبابيه اكثر من كونها سياسيه. كانت بتفتش للتغيير يعني في كل ضروب الحياه، يعني مش الموضوع كان يعني معاشي فقط اقتصادي، يعني كان حتى سياسي وكان اجتماعي، وكان كثير من الاشياء الشباب اللي هم كانوا حابين انه الاشياء دي تتغير، عشان كده كانت تسقط بس هي الهاشتاج بتاع الثوره دي. بالضبط. طيب يعني ممكن يكون في كثير من الدول بقت بتنتهج منهج انها تخلق جيل، او انها تعيد جيل، او انها تهيئ جيل، لانه يصلوا لاهداف معينه ويصلوا لشكل معين من اشكال القياده بصوره عامه. كيف نحن بنقدر نعيد جيل قادم لسودان جديد؟ نحن بنفتش لسودان جديد، انك انت تهيئ جيل كامل تضمن وعيه، تضمن تاهيله، لانه هو يكون في القياده. طيب انا عندي راي كبير في المساله، انه المواعين الحزبية أو السياسية، كل المنظومات السياسية الموجودة في السودان هي ما بتقدر تحتوي الفكرة أو الطريقة اللي بيفكروا بها الشباب. يعني حتى نحن، حتى جيلنا نحن اللي بنعتبر نحن أقرب جيل لهم، ما قادرين يعني حتى نخلق لهم معايير أو كده. ليه؟ في فرق كبير، في فرقة كبيرة أو في مسافة كبيرة بيننا وبين الشباب الموجودين الآن. ما في أرضية مشتركة، ما قادرين. لا يعني هي الأرضية، الأرضية هي الحرية والسلام والعدالة، الحياة اللي قامت بها على الثورة، لكن طريقة نظرة للحاجة دي مختلفة عن طريقة أو عن النظرة حقتنا لها. عشان كده بتلقى في تصادم بين الفكرتين دي، وده واضح طبيعي في أي ثورة. يعني إذا قامت ثورة في أي مكان حتلقى في تجاذب بين
الجيل المستسلم والجيل الجامبي اللي هو الشباب في المرحلة حتى الصغيرة. يعني الثورة دي واحدة من حياتها اللي المبدعة فيها، إنه يعني من ناس أولى ابتدائي وثاني ابتدائي لغاية الجامعات، ويعني يعني يعني فترة زمنية بتاعت شباب صغار في السن لسه، وقدروا يغيروا الوضع ده اللي احنا ما متخيلين في يوم من الايام انه هؤلاء الشباب بقدراتنا الموجوده دي، او حتى بطريقه تفكيرنا عنه انه ديل بيحلقوا كيف، وممكن نقول والله يا اولاد ما عندهم شغل. القصه ممكن يكون اي اب او ام متخيله ديل اولادها ديل ما يعني ساروا ضد كل الحاجات الموجوده والقيم الموجوده، وقدروا يقنعونا انه الحاجه دي بتوصلنا للنتيجه اللي هي انه الثوره تنجح. فالحاجه دي كانت يعني ثورة أنا في تقديري مسهلة جداً. يعني إحنا واجبنا إنه كيف نخط القوالب اللي بتخلي الشباب ديل لسؤالك، اللي بتخلي الشباب ديل يمشوا لقدام وتكون الفكرة حقتهم. يعني أنا بقصد القوالب، يعني مثلاً لجان مقاومة، في ناس بيعملوا لجان مقاومة، في ناس المنظومات دي كلها عندها مشاكل. يعني بالتفكير البسيط نحن مفروض نضع عليهم ما يشبه الدستور أو المنهجية أو المنظومة اللي بتلمهم ككتلة واحدة عندها هدف مشترك. نعم. بغض النظر عن هو اتجاهه السياسي، اتجاهه الديني، ميوله، حاجاته، تفاصيله، جنسه، أنثى أو رجل. الحاجة دي إذا ما توضعت في كل العالم المتطور بيضعوا منظومة بيلتفوا حولها الناس. يعني الناس ما بيلتفوا حول أشخاص، ما تسنيم، يعني ما فريد، ما محمد الواسق، ما كده. يعني الحاجة دي إحنا دارين قالب كل الشباب ديل يتلوموا فيه، والقالب ده ما صعب. نحن مصعبينه بشخنلة المواضيع، بالمحاصصات، بالغبلية، بالطائفية، بكل الأفكار الكثيرة الموجودة اللي هي نسميها أمراض السودان. يعني إذا نحن تخلصنا من أمراض السودان دي بنقدر نضع دستور أو زي ما قلت منصة أيا كانت تسمية حقتها الشبابية أو كده، يعني قادرين نعمل الحاجة دي اليوم. ده واجبنا نحن كقانونيين، كمثقفين، كناس كبار سن، كحكومة في السودان، كل المنظومات دي، كسياسيين، كعسكريين، كل الحياة الموجودة دي. بس محمد احنا عايزين نبسط الحالة دي في خطوات، مثلا نسميها كمتطلبات، مثلا حالات الشباب عشان هي تجد النور، وعشان انه آمالهم وكل اللي هم بيحلموه دي تحقق على أرض الواقع. فزي ما انت قلت انه في كان فرق ما بين الجيلين، مثلا ما بين انه الحكومة واللي عايزه الشباب. كيف نقدر نقارب بين الخطة الرؤيتين دين، ونقدر نخلي بس مثلا يكون في لغة بتاعت حوار بسيطة سهلة على الاثنين، وزي ما انت قلت تكون أرض مشتركة وتجد النور فينا، احنا عايزين أحلامنا وطموحاتنا تتحقق. طيب أنا ما أعرف أمرق لك شوية من الحاجة دي، وفي نفس الوقت إجابة أقرب لمبسطة. نشر الثقافة أول شيء. حلو. نحن محتاجين لثقافة تجمع الكبير والصغير، تجمع كل التفاصيل اللي قلناها السودانية دي، الصوفي والأصولي، كل الحاجات الموجودة دي. نحن محتاجين لثقافة بتاعت حوار، ثقافة بتاعت احترام الآخر اللي هي صعبة جدا في السودان، لكن محتاجين إنه نقدر يعني نعمل الحاجة دي عشان نعبر بها للخطوة البعدية. يعني الحاجة دي نحن إذا ما قدرنا نحلها دي بتبقى عندنا إشكالية. قادرين يعني لو مسكنا كل ذول أو كل أيا كان اتجاهه على المستوى الفردي بتلقاه عنده حل. دي واحدة من مشاكل السودان، إنه نحنا بيكون عندنا حل لكن حل فردي. يعني أنا بقول الكلام بالقسم والله يا هو كده، لكن لما نجمع كلنا مع بعض ما بنصل لنتيجة. عشان كده نحن محتاجين الثقافة دي شوية نظبطها ونخلي الناس يمشوا فيها. الحاجة الثانية المهمة جدا اللي هي سيادة حكم القانون. كلنا يعني المفهوم ده مفهوم بسيط جدا يا أستاذ أستاذي في سؤالك ده، إنه كيف نصل. لما نقول سيادة حكم القانون خلاص ده مستشار، الموضوع ده بسيط جدا. سيادة حكم القانون يا أخي ما تحتدي على حريتي يا أخي، يعني أخذ حقك وأنا أخذ حقي ببساطة، تقبل اختلافي بالضبط، يتقبلوا بشكل بسيط، نصل لرؤية مشتركة مع بعض. رأيي أنا زي ما بيقولوا، يعني رأيي صحيح يحتمل الخطا وراي الاخر خطا، يعني كده. يعني الحاجه البسيطه دي نحن اذا قعدنا فيها بنحلها. ليه دائما تلقى الجوديه بتنجح في السودان؟ نحن دايما نتحول لمجتمع جوديه بتاعت مثقفين. يعني نجمع، كيف نجمع الحاجه دي؟ يمكن دي اشكاليه ممكن تكون الهويه بتاعتنا اللي احنا ممكن اذا وصلنا لحلها بنمشي لقدام. في تقديري سياده حكم القانون نمره واحد للشباب. يعني الان انتم زي ما بتشوفوا حتى في الشوارع التتريس والمشاكل الحاصله دي كلها، غالبا انا مع التتريس، قانونا ما مع التتريس. الحاجه دي احلها كيف؟ اقول لولدي لاخوي لغيره، انا يا اخي
يا اخي طالب وما تدرس ححلها. هو بيفكر انه يا اخي الثوره دي نجحت بالتدريس، هي نجحت بالتدريس، لكن الوقت ذاك كان في مشكله ثانيه، انه يا اخي انا الترس هناك فعليا حمايه لي، مصد لي مشاكل عشان ما اموت، عشان ما اضرب، عشان ما كده. الان انت ما محتاج للحاجه دي، تدريس دار تترس، امشي ترس قدام قدام الوزاره كده يعني، وما تترس بالحجر، ممكن تكون ترس الموقف يعني. ترس القرار حقك، ترس الحاجه، انت كيف توصل النتيجه حقك. المبدا زاد في الترس ده هو كان حمايه للمواكب يعني، اللي كانت في الثوره دي. الان الحمايه ما دام في حريه، الحمايه ان احنا نمشي نقدم ورقتنا وتفاصيلنا مكفولة. انا قاعد اقول كثير انه يا اخي حتى المواكب والمليونيات واحده من مشاكل الرئيسيه اللي هي ما بتقدم ورقه واضحه. انا ما بقدر، ما المفروض اقول لما نمشي لوزير او لرئيس وزراء او امشي لمجلس سياده او امشي اي حته، انا المفروض يكون ما عندي بس الهتاف. الهتاف ده جزء من الحاجه، ده ايصال صوتي، لكن المفروض يكون معاه برنامجي. انا لما امشي اقول له يا اخي مزيد لي الاسعار، وهو بيزيد لي في الاسعار، انا لو انا كشباب وكناشط او كايا كان، انا ليه ما امشي لجهه تشيل معايا الفكره، تقول له يا اخي ما تزيد بالطريقه الفلانيه، اعمل يعني يمكن تكون يعني الازمات الاقتصاديه اللي حصلت في الاونه الاخيره دي شويه كذا يعني لخبطت الاوضاع للبلد، يعني مثلا الغاز والرغيف والكهرباء والجاز والبنزين، يعني كثير من الاشياء كذا هي اتوالت، يمكن تكون دي هي خلقت مشاكل اقتصاديه كذا ادت لانه يكون مثلا في شكل من اشكال التظاهرات في الاونه الاخيره كذا. لكن يعني انا عاوز اسالك، قبل تتكلم عن انه يكون سياده القانون، القانون ذاته ملف معقد جدا في السودان، لانه في قانون ينفع انه يطبق في ولايه الخرطوم لكن ما ينفع انه يطبق مثلا في الشرق او في الغرب او في الجنوب، يعني القانون ذاته بيحتاج لتعديل على حسب المنطقه، على حسب الثقافة، على أشياء كثيرة جدا. لكن يعني السؤال اللي أنا داير أسأله إنه يعني إنك أنت الـ 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 إذا مسكنا مثلا السوشيال ميديا، إنها هي واحدة من أهم المنصات اللي بيعبروا فيها الشباب عن آرائهم بصورة عامة كده، يعني هل هي ممكن تكون مقياس مثلا؟ وإحنا شفنا في الآونة الأخيرة الناس بقت يتكلم عن إنه الناشطين السياسيين في السوشيال ميديا اللايفات وغيرها هي أدت لمشاكل كثيرة جدا، مثلا إذا كان في الغرب وغيرها من المناطق، يعني أججت صراعات كده، هي ما محتاجة لتأجيج أكثر منها، هي محتاجة لأنها تدعم السلام. السوشيال ميديا دي ممكن تكون مقياس أو معيار لأنك أنت تشوف الرأي العام بتاع الشباب؟ والله السوشيال ميديا أنا في تقديري هي بتأدي مؤشر لحركة الشباب، ما لموقفنا السليم أو الما سليم. ليه؟ لأنه يعني السيطرة على السوشيال ميديا عندها يعني ما ضروري الحق أو الحاجة السليمة هي المسيطرة على السوشيال ميديا بحيث أنها تديك مؤشر سليم. لكن بتوريك انه في حركه، في ناس كتار، في ناس بيتكلموا، في حركه، في حرق، في كده، الحياه دي كلها موجوده فيها. هي ما بتأدي المؤشر الكامل، لكن بعتقد انه في السوشيال ميديا احنا المفروض يعني يظهروا الناس المفروض او اللي بيثقفوا. انا بتكلم من قبل عن انه كيف تكون في ثقافه سليمه، يعني السوشيال ميديا تعاملنا معاها كحريه مطلقه بتبقى نفس المشكله بتاعت انه الحريه المطلقه اللي ما عندها قيود، اللي ما عندها كده، اللي بتاثر في اعراض الناس، اللي بتدي حاجات كاذبه، اللي ممكن تاجج مشاكل طائفيه. يعني هي الحكومه ذات استخدمت الموضوع ده في خطاباتها، انه في ناس في السوشيال ميديا بيطلعوا لايفات هم بياججوا مواضيع محتاجه لحلول اخرى مش التاجيج. يعني هي حتى وصلت كون الحكومه استخدم الحاجه دي في خطاباتها، معناها هي شايفه انه دي فعلا دي حركه خطيره، مثلا انه يكون في اي زول بيتكلم بمثلا اذا كان خطاب عنصري، اذا كان قبلي، او اذا كان غيره من الاشياء اللي بتاجي صراعات كده في مناطق محتاجه للسلام اكثر من انه يكون في تاجيج. يعني انا والله ما متفق مع الراي الحكومي اللي بيقول الحاجه دي. ليه؟ ما انت ده ما فضاء مفتوح للحكومه ولغيرها. ليه الحكومه ما بتدينا الشفافيه المطلقه اللي بتخلي بتهزم الافكار الما سليمه في السوشيال ميديا الثانيه؟ يعني انا لما نطلع علي ناشط او ايا كان سياسي عنده يعني عنده حاجاته الشخصيه، عنده طائفته، عنده طريقته، عنده عصبيته لقبيلته، عنده كده. الليله لو بيطلع الحكومه او مسؤول من الحكومه بدي الحقيقه بشفافيه مطلقه، معروف ان الشفافيه المطلقه بتهزم اي فكره خاطئه. اما التمدرس وراء يعني وراء قرارات مثلا فقط، عدم وضوح الرؤيه في امور معينه، يعني عدم ايجاد حلول للمشاكل اللي قاعد تحصل قدامنا، عدم السرعه يعني البطء في حل المشاكل دي كلها هي اللي بتدي فرصه للحاجات اللي بتطلع واللي بتنتقد الحكومه. يعني دي عمليه دائريه، انت ما ممكن تدي الفرصه عشان تخش شائعات او اشياء مضلله او غيره في السوشيال ميديا وبعدين تيجي تنتقد السوشيال ميديا. لا، انت قدم رؤيتك، انت اسبق بخطوه. الحكومه اذا ما سبقت بخطوه او بمبدا الشفافيه السريع هي حتتعرض للحاجه دي.
بعد ذاك هي حتمشي لنادي دار تقفل او دار تمشي تشتكي او تمشي نيابه معلوماتي او كل صحيح. المشاكل اللي ممكن تحصل دي، ليه انت من الاول ما تمشي بالشفافيه حقتك؟ ما تضيف اوكي. يعني احنا مؤمنين تماما انه الشباب عندهم دور في السياسه، لكن احنا نرجع لورا نلقى انه الشباب اصلا ما عنده وعي سياسي، انه الشباب الفتره الحاليه هو محبط، في صراع داخلي حاصل ما بين الاخبار احنا بنسمعها عن الفتره الانتقاليه والحكومه الحاليه، ويعني قصه من اخبار قاعده تجول افكارنا واشاعات. فاحنا عايزين نعرف احنا كيف نقدر نوازن ما بين الاثنين دول، احنا نفهم سياسه كيف اصلا، حتى لو كان زي ما قلته قبل باسلوب بسيط، لان احنا فعلا بعيدين شويه من الوعي السياسي بس احنا كشباب يعني. طيب لو ملاحظين يعني طبعا انا قاعدين نقول انه ما في، احنا بننتقد الاحزاب وما في خيار غير الاحزاب في الديمقراطيه، فبيبقى الدور يعني يمكن الجندر ناس الأستاذة تسنيم على قبل الهواء بيتكلم عن الجندر وكذا، وأنا أقول لكم يعني مبروك مقدما، دي فرصة إنه أقول لك ما يزعجكم عموما. فدار أقول إنه دور الأحزاب المفروض يكون فيها النقطة دي، يعني الأحزاب الآن جبت سيرة الجندر ليه؟ لأنه في يسموه اتحاد، ما مش اتحاد لكن بتلقى أمانة المرأة في كل حزب، فيها أمانة مرأة ما في أمانة مثلا أو قسم خاص بتنمية الشباب، الحاجة دي ما موجودة، مع إنه الأحزاب عندها أجيال، يعني أي حزب عنده أيوة. جيل شبابي بالضبط. موجود هو بالضبط. يعني ممكن يطور الجيل ده يعني يوصلوا لمرحلة القيادة. فواحدة من الحلول الرئيسية إنه يا أخي زي المدارس السنية في كرة القدم وفي غيره، يا أخي كل حزب واحدة من واجباته الرئيسية إنه هي قيادات، ينشر الثقافة بتاعت السلام، ينشر الثقافة بتاعت الحرية الديمقراطية اللي هي جزء من المنظومة كلها. الحاجة دي تبدأ لنا من تحت، ما بتبقى فجأة كده إنه إحنا نقول للشباب دي اللي تغيروا. في الأحزاب السياسية التصعيد ما سريع صح؟ ليه؟ لأنه يعني اللي بيسموه شنو اساسا جزء من، انا ما ادري انتقدها كمان بالمستوى الخطير ذاك لانه الامور مشت كده، لكن التغيير ذاته في الاحزاب صعب، يعني بتلقى انه في اغلب يعني اغلب الاحزاب السودانيه يعني التغيير فيها بتلقى الذول 20 و10 و15 يعني كده سنه، فترات طويله كده في العالم كله ما حدي انتهت، يعني زي ما في ولايتين للرئاسة او في رئاسة الوزراء او الرئاسات في العالم، نفس الحاجه في الاحزاب يعني بتلقى الحزب رئيسه ما بيكون مستمر. ده حاجه مهمه جدا يعني في اي حاجه مش في الاحزاب السياسيه بالضبط. بس انه يعني التغيير مهم جدا حتى لو الزول كويس، يعني في العالم الثاني حتى الزول لو كويس بيحصل تغيير. فانا عايز اقف حته على يعني شويه على حته الاحزاب، ما هي جزء من مشاكل السودان هي فكره الاحزاب، لانه كل حزب بيعمل لصالحه تمام. فدي مشكله ممكن نقول احنا يعني في الوقت الحالي محتاجين لوحده، محتاجين احنا كل الجهود تتجه نحو وطن واحد سليم معافى يشمل الجميع يعني. فتضل كيف يتم ما لم يعني انه الناس دي كلها تتحد مع بعض تقدر تشتغل من اجل الوطن والشباب هم نفسهم، يعني ننسى فكره الاحزاب اللي هي اصلا بتؤدي لفكره القبليه العنصريه حجرنا مشاكل احنا اصلا في غنى عنها. طيب انا قاعد اقول كثير انه الفتره الانتقاليه دي يا جماعه هي ما حكم، هي فتره تجهيز لما بعدها. بتجي نلقى نحن حس كلنا كده ده احنا كلنا يعني إعلاميين مثقفين غير كلنا بنعاين لعين ومنه هنا والليلة وبكرة يا أخي يا جماعة الله يرضى عليكم قاعدة في فترة انتقالية يعني ما مفروض فيها لكلامك يا أستاذة إنه ما فيها حزب المفروض يعني مش كحزب كوجودية للحزب كفهم بتاع برنامج حزبي البرنامج الآن السودان برنامج السودان ده بيسعى الجميع المفروض كل الناس مع بعض كده بيعملوا لأنه ده السودان بعدين يمشي يجهزوا لأنه بعدين يمشي يتنافسوا كده لكن أبني سودانك في الأول عشان تبني سودانك سياسيا بتكلم عن البناء السياسي والثقافي المنظومات دي أنا واحد من الناس يعني كنت بقول يعني الأفضل إنه الفترة الانتقالية إذا نحن متشاكسين أفضل تكون قصيرة إذا ما متشاكسين أفضل تكون طويلة عشان يحصل بنا حقيقي يعني الفترة لما قالوا 4 سنوات وبعد ذاك بقت 3 وثاني رجعت لأربعة وزيادة دي فترة بتاع بناء مؤسسات يعني أنا مفروض أنا حزب مثلا المؤتمر السوداني ممكن أساعد حزب التجمع الاتحاديين عشان يبني قواعده وحاجاته وتفاصيل عشان الديمقراطية تبقى سليمة وما تسترق ثاني يعني أنت لو استرقت الديمقراطية أنا خسران وأنت كل الأحزاب خسران فالحرية اللي بتسعى الجميع دي مفروض نحن في الفترة بتاعت الفترة الانتقالية دي نحن كلنا مع بعض قاعدين نبنيها ما بيهمني الناس ما بيهمني الوالي تابع لياته منظومة بيهمني الوالي ده بقدم شنو لي أنا كسائر ولي أنا كوطن يعني بيقدر ينمي لي محل دي لو عملوا الحاجة دي كل الناس هيكون في كل منطقة من المناطق اللي فيها وزراء أو غيره أو يعني كان تفصيلة الحكومات حتى المحلية الصغيرة
كل الناس حيتلفوا حولها، ودل قامت به الثوره في الاول. ما في زول سال ناسي، ما عارف جيراني قاموا معاي وطلعنا وغيره، حتى ترسنا انا والله ما عارف، يعني ذي كميه من الاصدقاء وناس مهمين يعني حتى في الدوله، انا والله ما كنت عارف ذاته اتجاهاتهم شنو. يمكن يكون ذاته يعني الخلق قانون ان المشاركه في الحكومه الانتقاليه يحرم من المشاركه مثلا في الانتخابات يعني مستقبلا كذا، لكن يمكن يكون احنا تكلمنا عن مساوئ كثيره جدا او تكلمنا عن سلبيات كذا في من بدايه حوارنا ده كذا. خلينا نتكلم عن انه اللي بيميز الشباب كقوه تغيير مجتمعيه شنو؟ والله شوف، هم وحده الهدف اول حاجه، يعني هم ما دام يتجمعوا لي في هدف بتاع اضغاط نظام بالمستوى بتاع 30 سنة منظم بغض النظر عن حاجاته الثانية وفي شراسته وتفاصيل الحياة اللي حصلت دي، معناها هذا الجيل بيقدر يكون موحد. فنحن إذا استفدنا من الحاجة دي ومشينا عليها إنه ده جيل موحد، بعد ذلك ما عنده المشاكل الثانية الكثير اللي تكلمنا عنها بتاعت السودان، نتكلم عن الشباب بتاعت الأحزاب السياسية الاختلاف الموجود في الأحزاب يعني السياسية، يعني هم قادرين يتوافقوا مع بعض لدرجة إنه قدروا يشيلوا النظام بدون ما يعانوا لتفاصيل يعني اتجاهاتنا. نحن نبني على الحاجة دي إنه قادرين الحرية اللي اتبنت في الوقت ذاك بيناتهم وحتى العمل المشترك بيناتهم إنه وصلنا لنتيجة في تقديري أفضل، دي مزايا غير قابلة يعني للرجوع مرة ثانية. إيمانهم بالحرية، هم برضو مؤمنين جدا بالحرية، هم ما حيستجيبوا يعني أي ذول حيقول لك والله حتتقلب وحتحصل وغيره. أنا في النهاية مؤمن إنه إلا هذا الجيل ينتهي، أنت إذا عايز تعمل تغيير ترجع لشغل دكتاتوري إلا تنتهي منه. فإيمانهم بالديمقراطية وإيمانهم بالعمل المشترك في تقدير يحتاج لقليل من العمل يعني اللي هي بس زي ما قلنا قبل إنه نضع لهم منصة مشتركة أو برنامج، نقول برنامج عمل مشترك يصدر منه ما مشكلة. إحنا كلنا مع بعض، أنا عندي كمية عدد من الأصدقاء قاعدة تشاور معهم الآن، أنا ما عندي اتجاه سياسي، إنه كيف نعمل المنظومة دي أصحاب من حزب الأمة، من الاتحاديين، من كده يعني من القانون. دي واحدة من مزاياهم يعني إن هم ما قاعد يتشددوا في الحياة الشخصية بيناتهم، يعني ما بقول الله اتجاهك والتفاصيل دي، ننقل التجربة دي للشباب ونديهم برنامج عمل مشترك لهم، أنا في تقديري حيلتفوا فيه، وبعد شوية حيحاولوا كل الأحزاب إنه كيف نقلع الناس نشيل من طالما الهم واحد أكيد. أيوة يعني حيلتفوا يعني أكيد أكيد حيكون فيه طبعا قوانين لمساندة ودعم كمان الشباب في الفترة القادمة، وكمان تمليك معلومات عن السياسة ومفاهيم الفترة الحالية. يعني تخيلي لو كان واحدة من الحالات اللي هي تعملت، إحنا نفهم إنه الفترة الانتقالية أو ما بعد الثورة حيحصل مشاكل وإحنا حنبدأ من أول وجديد، كان واحد هيتهيأ نفسيا ويقدر إنه هو يكون منتظر بأمل ومنتظر بطاقة وبقوة. لكن عايزين في رسالة ممكن تكون واضحة وصريحة جدا للشباب وكمان لأصحاب الجهات الأخرى اللي هي الجهات الحكومية اللي برضو معنية من إنها هي تدي مساحات للشباب إنه يعبروا عن رأيهم بحرية، إنه يحققوا حتى جزء من المطالب اللي هم أصلا ماتوا من أجلها، كمان مجموعة أكيد من الشهداء. والله يا أستاذ ده أصعب سؤال في الحلقة دي. مساحة كويسة يعني ما أعرف أنا أقول، لكن الحكومة دي لازم تنزل لنا تحت، تنزل للشباب ديل في محلة وانت جيه وانت قعد معاهم. يعني أنا بحي مجموعة من الشباب اللي عندي معاهم علاقة في يعني مو الشباب الصغار لكن اللي عندهم الرؤية، نزلوا للشباب في الشارع، فتحوا الشوارع، مشوا تكلموا معاهم وقعدوا في الواطة حوار جدا بسيط، تكلموا معاهم وقالوا لهم يا أخي الحاجة دي ما صح، لي واحد اثنين ثلاثة أقنعون. معناها هؤلاء الشباب أول حاجة ديمقراطيين جدا، معناها أذكياء جدا، الحماس عادي يعني حتى في كورة في أي شيء بتلقى الحماس، حماس يكسر كراك يعني هم عندهم الحاجة. فنحن إذا نزلنا لهم يا حكومة ويا أحزاب ويا مثقفاتية ويا كل الحاجات اللي احنا انزلوا للشباب ديل في محلهم، اكدوا تماما الرؤية حتكون مختلفة جدا. انا مرة حاضر في يعني في 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 بيتنا يعني بسمع اوف ميكروفونات وكده ولجنة الحي وشباب المقاومة والكلام ده طول يعني بداية الثورة، فطلعت ولقيت جوهم مجموعة من كم حزب وكذا وبيتكلموا معهم، والله انا حسيت انه احنا الثورة دي بس قامت الليلة. إحساس الشباب وكان الناس اللي بيتكلموا معاهم من يعني جزء تابعين للحرية والتغيير يعني في وقت ما كانوا متحركين، فحسيت إنه يعني كل الناس متكيفين وحاسين الثورة دي حقتهم، وبرامج بدت من اللحظة دي، حتى اللجنة حقتنا أنا في حي الأكاديمي بحييهم، الناس ديل هناك متماسكين ومتواصلين مع بعض، ما أصلا ما معروف كل الناس اتجاهاتها السياسية موجودة هيدا. فأنزلوا لهم تحت فهمون وعون، أنشروا الثقافة، الحكومة دي لو استثمرت في الثقافة أول بتكلم عن يعني
ثقافة الحرية والديمقراطية والحاجة دي لو نزلت للشباب ديل بكورسات بأي كان شكل في الشوارع في غيره بالبرامج في التلفزيون في الراديو في كل الحاجات لو استثمرت الحاجة دي في الثقافة أكد تماما لا بتحتاج لأن المشاكل الحاصلة كثيرة حتتحلت للغاية لأنه هم حيشاركوا في حلها وقت من الأوقات شاركوا في حل الصفوف بتاعت البنزين وبتاعت المخابز صحيح. وغيره يعني مع وجود كل الحاجات يعني ممكن يقول لك والله الناس دي قاعده يعملوا غلط وكده ما انت ما سقفته انت ما اديته سياده الحكم القانون ما قلت له يا اخي اذا شفت غلط امشي بلغ عنه النيابه او كده اديته انه يا اخي اذا عمل الحاجه دي هو متصادم العامل مع البوليس مع الجيش مع كده انت ما اديته الثقافه دي يعني هي كانت شكل كانت شكل من اشكال الرقابه المجتمعيه وكانت يعني مفيده جدا وساهمت كثير يعني زي ما قلت في انها تحل بعض الازمات يعني او تخفف عليها بالتاكيد يعني احنا يمكن تكون واحده من اهم النقاط اللي استصحبناها في الحوار ده هي نشر الثقافه يعني دي حاجه جميله جدا وخلينا نمسك فيها شويه كده انه انت كيف ممكن تخلق منصات يعني منصات شكلها بتكون عامل كافي انك انت تخلق حوار ما بين الشباب ما بين الجهات القيادية كده في إنه أول الأحزاب السياسية مثلاً في إنه يعني يقربوا المسافات ما بينهم المنصات دي شكلها ممكن يكون عامل كيف؟ والله شوف أول شيء نشر الثقافة ده داير إرادة جزء منها بما إنه الحكومة دي حقتنا الحكومة دي ما جاية من هناك عشان إحنا نقوم نوريها تعمل شنو ولا تقول يا أخي أنت الدين عشان نديك إحنا جبناك أول حاجة سلمناك مغاليب حكمك وتفاصيلك وكده قلنا لك يا أخي نحن ناقصنا حياة بدل ما تنتقدنا الدين الأدوات دي زي ما قلت قبل شوية أنا هحكي لك تجربة بسيطة جدا قلت في صفحتي في الفيسبوك دارين نعمل حاجة للشباب لنجان المقاومة مجانية لزيادة حكم القانون دارين ندرس لهم عدد من الأصدقاء جوني وكلهم على مستوى عالي فيهم الدكاترة وفيهم كده في القانون لجان المقاومة أي حتة نحن هبشناها قالوا أوكي مشيت عشان نعملها وين في مركز مثلا واحد من المراكز انفينيتي التراك ده قالوا لي يا اخي نحن مجان في زول عنده صاله في مكان ما بدون ذكر الاسماء قال لي يا اخي الصاله دي كلها صاله بتاعت مناسبات غير يا اخي الصاله دي مش حاجه للشباب وللثوره ولا كده مفتوحه لك جهات ثانيه قالت بتدفع انتوا كتلفزيونات غير ما في مشكله يبقى نحن بعد ده كيف الاراده السياسيه دي تكون ماشيه للحياه بدل ما نحن كل يوم ناطين المسؤول الفلاني بينتقد في المسؤول الفلاني والمكون الفلاني ضد المكون قصة دي بسيطة جدا سقفوا لنا الناس التحت ديل حتلقون سند ليكم حتلقون بيحلوا لك المشاكل بتزيد الشباب يأسي بالمناسبة الاتهامات طبعا. المتبادلة دي يعني بتخلق طبعا. شكل من اليأس كده موجود حاليا نسب الشباب الاتهامات طبعا. والانقسامات يعني الناس دي كلها ماشى تجمع المهنيين فجأة يبقى اثنين نحن ناسي ما عارفين يا طول الكويس ويا طول الكويس شديد ما نقول الكويس والكعب يعني عاملين لنا مشاكل زي دي يا أخي نحن قمنا بثورة قلنا قبل إنه متحدين الشباب ده قاموا متحدين وصلوا للنتيجة نحن تبنوا عليها ولا أنتم الكبار تقوموا زي ما بقولوا خربانة من كبار لكن الحمد لله حاسين إن الشباب قادرين يضغطوا علينا قادرين يخلونا نحن نمشي في التراك السليم أو المنهجية السليمة لأنه حتى أنا قاعد أقول يعني الحركة اللي حصلت قبل كم يوم بجزئية سيئة فيها لكن فيها جزئية ثانية نحن قاعدين الاستكنا حاضر زي ما تفكروا الاستكنا حاضر ده أنا داير الاستك غايته بتمنى إنه الاستك يبقى يعني أيغونة ما يبقى لستك في الشارع ما يترس يبقى أيغونتين إنه يا أخي أنا ما زمان حركت وأنا من نص الدخاخين يعني ماذا إنه يعني زي الطائرة الفينيغة البيجي من الاحتراق يعني خليه يبقى لنا أيغونة زي دي ما يبقى لستك في الليل يا سلام على جميل الكلام حقيقة شكرا جزيلا أستاذ محمد الواثق المستشار القانوني أكيد كنت معنا في حديث حول الشباب ودورهم في التغيير الاجتماعي وكمان كانت رسائل إيجابية واضحة جدا للناس تواصل وتقيف على حقوقها عشان ما أكيد بكرة الأجمل اللي إحنا دائما بنطمح إحنا نحقق ونصل كمان في يوم من الأيام شكرا جزيلا لك الخير شكرا لكم